نستضيف عبد المجيد جباري رئيس جمعية ترياتلون العرائش على هامش النسخة 13 لترياتلون العرائش التي يكون يوم افتتاح هو 30 يونيو بمدينة العرائش. يقدمنا أولا إضافة الجوانب اللي الإكراهات اللي كتواجه المنظمين من أجل إنجاح التظاهرة وإشعاعها. احنا بصراحه بعد 13 يعني الدوره 13 يعني عندنا واحد التجربه كبيره ماشي بمدينه العرائش ولكن حتى في المغرب كله. المغرب وكاين بعض الاخوان اللي معنا اللي كيمثلونا في دول كمصر وكتونس يعني كمنظمين او كحكام، ولهذا يعني من هذه الناحيه هذه احنا ما عندناش حتى شي مشكل. يعني كاين اشياء صغيره اللي هي كنتكلموا مع المؤسسات يعني مع العماله مع البلديه مع المؤسسات كامله اللي هي كل واحد كيقوم بالدور ديالو، لا من ناحيه ديال الامن، لا من ناحيه ديال يعني المدار، لا من النقط السوداء في المدار. يعني هادشي كله دابا ولا كيقوموا بالاشغال يعني اوتوماتيك. نعم، بالإضافة إلى ذلك جوانب أخرى لم تثر في الندوة فيما يخص مستوى التطوع لإنجاح التظاهرة وكذلك الرسالة التي يمكن توجيهها إلى الساكنة لإنجاح هذه التظاهرة. الساكنة أن المجتمع المدني هو يشارك معنا، يعني عندنا من البحر البادية من المدينة، يعني المجتمع المدني هو يعني بلا المجتمع المدني والمؤسسات هاد التظاهرة ممكنش ينجح، وهذا هو السبب اللي هو الفرق ما بين مدينة العرائش وكل المدن المغربية اللي كيقوموا بها التريطلون. كتمشي المدن المغربية كتجبر يعني غير العداء بوحدو كيجي، يعني قليل من بالنسبه من نقولوا من الفرجه ولا من يعني من الببليك. ولهذا حنا العرائش يعني دابا هذه شهرين باش كيسقسيونا فيخ الرياضه والناس كلها كتهتم بهذه المبادره الرياضيه. نعم، بقي جانب اخر فيما يعلق يعني ترسيم يعني زمن التظاهر يعني 30 يونيو خاصة انها يعتبر يعني بداية الموسم الصيفي، يعني هل سيتم ترسيم هذا التاريخ يعني كموعد سنوي للتظاهرات؟ يعني القضية ديال الترسيم ديال اليوم التريطلون هو عنده علاقة بالجامعة الدولية وعنده علاقة بالدول اللي هما هما كيكونوا غادي يقوموا يعني بمبادرة الرياضية. ولهذا خصنا دائما كنناقشوا على ذاك النهار ولا الشهر اللي هو يعني ما كاينش بزاف ديال الدول اللي غادي تقوم بالمبادرة باش يعني الأعداء الدوليين كلهم يجيو يعني يحاولوا يجيو الماكسيموم بحال هذا العمل، يعني الأغلبية جاو.